شهد حفل توزيع جوي أوردز ظهورا نادرا للنجمة الكبيرة نجاة الصغيرة بعد سنوات من الغياب، وغنت قيثارة الشرق في الحفل المقام في السعودية مقطعا من أغنية عيون القلب على طريقة البلاي باك. وكرمت الهيئة العامة للترفيه الفنانة نجاة الصغيرة، وتفاعل عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل معربين عن سعادتهم بمشاهدة نجاة، فيما استاء عدد آخر من هذا الظهور نظرا للحالة الصحية للفنانة التي لم تكن قادرة على توجيه كلمة أو حمل درع تتويجها.